الستيك، قطعة اللحمة دي بتطلع من ظهر، مش هنشرح بقى لان شرحناها قبل كده، هي بتطلع من ظهر الدبيحة وتبقى ناعمة جدا زي اللي قدام حضرتك ديت. الدهون اللي حواليها ديت ما تشيلهاش، سيبيها عشان دي بتدي طراوة حلوة، ولما الجزار يقطعها لك سيبيها بس تبرد شوية، حطها ساعتين كده في التلاجة وقول له ايه يطلع يقطعها، هتلاقيها طالعة معاها سرحة زي دي كده. تمام. بعد كده بنبدأ نعمل لها خلطة زبدة محترمة. طب ازاي بنعملها؟ انا بجيب عندي كبة، ركز في دي قوي بقى، بجيب عندي فلفل اصفر مشوي وببدا نحط، بس استني قبل الزبده، قبل ده صحيح احنا ممكن ناخد الزبده الاول. بجيب عندي حوالي ايه 4 معالق كده زبده تكون طريه، او نص كوبايه كده حلوه من الزبده. جميل. ونبدا ناخد الزبده ديت، بسم الله الرحمن الرحيم، هي مش بتاعتها يا شباب؟ لا انا في حاجه. مالك يا حاجه؟ مالك؟ ايوه بس بنعمل حاجات بسيطة جدا. بعد كده بعمل ايه بقى؟ بقوم جايب عندي فلفل الوان اصفر بشويه. جميل. باخد منه من غير البذر بتاعه، اخد وعندي اصفر واحمر واخضر. حلو. انا عايزك بس تجربي ديت وتدعي لنا ان شاء الله. واقوم واخد عليها شوية من الزعتر، وبقوم جايب عندي التوم بشويه برضو معاهم زي ما حضراتكم كده شايفين. شايفه التوم طلع عامل ازاي؟ باخد التوم ده اهو ونقوم حاطينه على الفلفل وعلى الزعتر، ونبدا ايه اخده ونحطه فين على الزبده مع شويه ملح صغيرين قوي، واقلبهم مع بعض كده اهوت. كانت عايزة الكبة الكبيرة ديت كانت تكون أفضل. وأقوم واخدهم حاططهم مع الزبدة ونضربهم، أنعمهم كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم الكبة الكبيرة يا شباب، دي مش هتنفع خالص عشان تجيبها، عشان تجيبها صح. فين يا هلا؟ لا لا مش موجودة. انا بص هركنها دلوقتي، هي الفكرة اللي انا هضربها كويس جدا، وبعد كده هبدأ اللي انا انعمها والفها عندي بستريتش، وبعد كده نبدأ اللي احنا ايه او الفها رول، هوريها لك دلوقتي، وبعد كده احطها في التلاجة استخدمها في اي وقت، اطلعها ابدا اقطعها شرايح واحطها فين على شرايح اللحمه وهي بتتشوي. خلينا بقى نشوف هنعمل الاستيك ازاي ونبدا اللي احنا نتبله ازاي. يلا بسم الله. فكرة بس ايه، هجيب بس الكبة الكبيرة افضل عشان الكمية. طب بقولك ايه، اي حاجة تشويها جربي معاها الزبدة ديت شوفي هتبقى عاملة ازاي. نقفل. بسم الله. We'll be right back.
عايز بقى تشيل من ريحه الزبده اصلا، يعني الريحه نفسها بتاعتها غير طبيعيه. بص بعد ما تعمل معاه الخضار المشوي واتعملت معاه الحاجات ديت، بنبدا نعمل ايه فيها ايه؟ بقوم شايلها كده اهوت من الكبه كده اهو، هو مقطع ديت ونشيل عند الزبده، نقوم حاطينها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. واخده الزعتر، واخده الثوم، واخده الفلفل المشوي، نقوم حاطينها كده. بعد كده بنقوم واخدينها جميله في الشوي دي مع الاستيك بقى غير طبيعيه. بقوم واخد دي كده اهوت، نقوم لفينها، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بص يا استاذ، ونحاول نلفها رول. امسك الاثنين دول من هنا كده والف اهو بايدينا كده اهو، الاثنين مع بعض لحد ما تتعمل شكل اسطواني معايا كده. نلف براحتنا ونضغط بس كده. حلو ده الكلام قوي. نقوم واخدينها كده زي ما هي كده، ونقوم حاطينها فين؟ في التلاجة. نقوم حاطينها في التلاجة، بنسيبها حوالي ايه ايام، ما فيش مشكلة عندي في التلاجة. وانا بعمل الاستيك بقى وانا بشوي، بقوم مقطع مكعبات واقوم حاططها على اللحمة بعد ما بشوحها في الزبدة. نبدا نحط بقى المكعبات الزبدة دي عليها، اتفرجي على طعم اللحمة هيبقى عامل ازاي، حاجة مسكرة جدا. طيب خلينا بقى ناخد عندنا البولة، واقوم واخد عندي ميه بصل، اخد عندي ميه طماطم صغيره، واخد عندي شويه روزماري، ده انا بعمل تتبيله الاستيك تمام، واخد عندي شويه من البهارات، شويه ملح صغيرين، شويه فلفل جميل. وبعد كده بقوم واخد عندي المعلقه اي لحمه هتتبليها حضرتك قبلها بيوم على طول، ها يعني قبلها بيوم، تقومي واخداها وحطها فين؟ في التلاجه، تطلعي تاني يوم وتشتغلي بيها. اخد عندي كده دي ايوه، نقلب ونقوم حاطين هنا في البايركس، تمام كده اهو، ونقوم حاطين بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. الله. ونقوم واخدين الزبده دي يا استاذ حمدي حطيناها هنا جاي جنبها، واقوم واخد عندي زهر الروزماري كده ومدلعين المسائل، ونديها ستريتش وفين على التلاجه. تاني يوم على طول نطلع ونقطع الزبده دي، مجرد ما تحط في التلاجه شكله مغري قوي، اتاكد ان هو ني. تبداي تقطعي شرايح كده اهوت، وتبداي تشوحي، وانت بتشوحي تقومي حاطه شرايح الزبده الرفيعه جدا على الاستيك، اتفرجي على الطعم هيبقى عامل ازاي.